السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كيف دايرين؟ اخباركم؟ على خير، نتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد وهي ملاوي او مطلوع او مخمر على الشكل التالي. خليكم مع طريقه التحضير، صراحه رائعين وغينالوا اعجابكم، ما تبخلوش عليه. كما كتشوفي معايا اختي، كتكون الطريقه على الشكل التالي. يعني العجينه كتكون عجينه عاديه، زلافه الفينو وزلافه الفور، شويه الملح، شويه الخميره المعجونه، وطريقه السكر او راس المعلقه ديال السكر سنيده. كتخلي العجينه ترتاح غير واحد شويه، يعني واحد 5 دقائق صافي. كتنوضي تخدميها غير باش تطلق لك، كتكوني دلكتيها مزيان. والطريقه كتكون كالتالي: كتقطعي العجين الى 6 قطع. القطعه الاولى هي كالتالي، كتشوفوا معايا القطعه الاولى غادي نسرحها فوق البوطاجي حتى كيبدي يبان لي الظهر ديال البوطاجي ديالي، يعني كتولي شفافه. وكنبقى ندير طبقه فوق طبقه طبقه فوق طبقه، وكنورق بالزبده، يعني اي زبده عاديه. انا غنورق غير بالزبده ديال الطاسه، ما دوبتها ما والو، كنستعملها هكا. يمكن لك تذوبيها وتستعمليها باش تسهلي عليك العمل. انا كتشوفوا معايا لان الجو سخون ديجا، هي دايبه، نستعملتها غير هكاك. كندير الزبده وكندردر شويه ديال الدقيق، وكنحط طبقه فوق طبقه، يعني عجين فوق عجين، وانا كنورق. خليكم في طريقه ديال التحضير كتكون على الشكل التالي. كنقدم لكم هاد المليويات او مخمرات او مطلوع بالصحه والعافيه، لانه كيوجد في الحين، رائع جدا الفطور الا ما صبحش عندك الخبز لوليداتك، وكذلك حتى الكوتي صراحه غزال مع شي زليفه ديال العسل وبراد اتاي بشحر بالنعناع. كنقدمها لكم بالصحه والراحه، واكيد غادي ينالوا اعجابكم. بصحتكم. هانتي كتكون هذه هي الطريقه، وحده فوق وحده، وانتي كتورقي بالزبيده وشويه الدقيق. ما تكثريش الدقيق، غير شويه الدقيق باش تورق لك، ما تكثريش، ما يفزك شويه تدقص. صافي كتستمري بنفس العمليه على هذا الشكل هذا. والسر هو في الاخر، القطعه الاخ الاولى يعني اللي غتولي هي التاليه في الاخر، كيفاش غادي تجمعيها. خليك معايا اختي حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفي طريقه وسر النجاح ديال هاد المليويات ديالنا، رائعين جدا. كنقدمهم لكم الصحه والعافيه، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، واللي مازال ما مشترك في القناه ديالي مرحبا والف مرحبا، ليصله كل جديد ودائما الجديد ان شاء الله. واللي ديجا مشترك كنرحب به كذلك، وكنقول له شكرا على الدعم ديالك ومرحبا والف مرحبا. وفي هذه المرحله هذه كتاخدي السكين، يعني كتكوني ساليتي الطبقات ديالك، كتدفي شويه ديال الزبده من الفوق وشويه ديال الدقيق، وكتاخدي السكين. انتما غتشوفوا معايا الطريقه بالضبط كيفاش غادي تجمعي داك العجين الاول اللي طلقتيه على هذا الشكل هذا. كتقطعي العجين ديالك بهذه الطريقه هذه صافي، وكتجمعيه على العجين ديالك. نفس الطريقه غتستعمليها مع بقيه العجين ديالك تتسالي المخيمات. انا درت غير جويجات، يعني انا درت كميه ديال الدقيق قليله على حسب حنا غير جوج ديال الاشخاص في البيت، واحد ليك وواحد اللي عزيز عليك. صافي كديري الزيت مكان العمل باش ما تلصقلكش، ملي كترديها وكتطلقيها غير شويه غير شويه، وكتخليها ترتاح من 5 دقائق، يعني 2 دقائق حتى 3. صافي كتكون عندك المقلاه سخونه، كترديها طيب وكتقدميها بالصحه والعافيه. خليكم مع الطريقه الى نهايه الفيديو،
بالصحه والراحه. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، بس ما تخلوش عليا بلي لايك ديالكم والتعليق ديالكم كيفيدني. شكرا على الدعم ديالكم، الى اللقاء.
بنفس الطريقة كنخدم العجين ديالي كامل صافي، والنار كتكون مهيلة باش العافية تدخل دوك الطبقات الدخلانيين ويطيبوا على حقهم وطريقهم وما يكونش معجنين، يعني كيطيبوا بعافية مهيلة. كنتمنى يكون فدتكم وتعجبكم الفكرة، ديروها وجربوها وصحة وراحة. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الفيديو ديال اليوم، كنقدمهم لكم بالصحه والعافيه مع شي بريري ديال اتاي مشحر، صراحه رائعين جدا بصحه وراحه. ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.